جديدة هالمعزوفة؟ ايه؟ حلو اللحن بجنن. بدي اطلع على الدرس لو سمحت. طيب بشوفك. اللي بشو شارد؟ أنا عم بشتغل على معزوفة. كيف الأمور؟ ممتازة. الشاري جاهز، ما تاكل هم، والوضع بالمدرسة منيح. ايه كل شي رح يكون منيح هون. رؤية هالمعزوفة رح تكون حلوة غالبا. انت ما بتقول كلمة حلوة بسهولة أبدا. شو اسم المعزوفة؟ رجعي لي إلي. تصبح على خير. أنا رح وصلك، تأخر الوقت. لا بروح لحالي، أصلا البيت ما له بعيد. ولو فايز بيك أمني فيكي، قال لي بس تتأخري وصلك على البيت. بابا لهلأ لساته مفكرنا أولاد، ومثل أيام زمان كمان رجع من جديد أمنك علي. يا فايز هلأ كتير تأخر الوقت، ناريمان رح ترجع لحالة بالعتمة، ما بدك تجيبها من المدرسة؟ عاصي رح يوصلها لهون نوران، أنا وصيته فيها ما تاكلي أي هم. أصلاً بابا على طول كان هيك، ما تغير فيه شي أبداً. بس كان يخاف عليكي، تتذكري شو كان يساوي؟ عاصي عيونك خليهن على ناريمان طول الوقت مو؟ ناريمان يا بنتي ليش تأخرتي؟ شو شغلتي بالي؟ أصلاً على قد ما كان يقلي شغلتي بالي عمره كله ضل مشغول. ما تقولي هيك، الأب والأم الله يعينه. أي صعبة، بس فايز بيك اللي بده يكون مثله الله يعينه، واللي بده تكون كمان فايز أبوه الله يكون بعونه ميت مرة. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير.